خلاص ايه بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما أبدا نستعين أيها المتابعين الكرام الله عز تتواصل الانطلاقات وهكذا ينطلق على بركة الله وحفظه الشوط الثاني قعدان الحقائق تقدم مباشرة مع مقدمة الشوط تابع سلاب وعبد الرحمن بن عبد الله الابني يقدم لنا سلاب في هذه اللحظات بينما المركز الثاني وسلم شقي وفهد بن عبد الله الابني وثالثا ياتي في هذه اللحظات يا سلام شاهين محمد بن قطيبان الابني ولا الاسم القادم على رابع المراكز ابي الواصل وعبد الله بن عفران الحياطي ولكن المركز الخامس يصل متابعينا الكرام يصل النايف فضاهي بن سوالم ولكن العود الى مقدمة الشوط وسلاب عبد الرحمن بن عبد الله البنوي يتقدم مع سلاب الانجازات يتقدم مع سلاب البطولات وترشيح فهد العطوي يرشح سلاب لانتزاع هذا الشوط المركز الثاني السلام يا سلام وصل شاهين ومحمد بن قطيبان البنوي ولكن من غير وخطف المركز الثاني الباسل احمد بن محمد الحواطي ولكن اعود الى سلاب الله بالمقدمة عبد الرحمن بن عبد الله البنوي ولكن خطر احمد بن محمد الحياطي الله 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 بدا الصراع النزاع من اجل الفوز الانتهى الاخيره الخطيره الكبيره وما زال سلاب عبد الرحمن بن عبد الله البنوي والباس القادم الباسل وعبد الرحمن بن عبد الله البنوي ومتعب يحقق النقطة الثانية ولكن الباسل وسلاب اللحظات الأخيرة تهانينا الناموس لمالك سلاب عبد الرحمن بن عبد الله البنوي المركز الثاني الباسل احمد بن محمد الحياطي المركز الثالث بقيه المراكز نحيلها لدرجه الخط والتحكيم اذا تهانينا والناموس لمالك سلاب عبد الرحمن بن عبد الله البنوي على هذا الفوز التوقيت الزمني 3:20:18 جزء من الثانيه تهانينا له والناموس على هذا الفوز